لك هي بتقوي كثير شخصية الشخص، عم نخليه يطلع عن الطاقة السلبية اللي هلأ عم يعيشها. ونحن ما بننكر انه كل العالم عايشة بطاقة سلبية، عم ينزل بهي الساعة عم يطلع انسان تاني، هاي الطاقة حاطة على جنب، عنده تفاؤل، عم نخليه الصراحة يحب يضل هون بهي البلد، عم في شيء انه يخليه يبقى هون. منلاحظ انه في هيك شوي العالم تعبانه هي الفتره، فبتلاقي انه في احباط اكثر. بس اللي بنحاول نعمله هون انه بنحاول دائما نقول للعالم انه هي حاله ذهنيه، انتم فيكم تنزلوا من هذا الدرج ما بقى تحسوا فيها، فينا يكون هذا المكان هو بالفعل مختلف، مو لحتى تنفصلوا عن الواقع، ولكن لحتى يكون عندكم ساعة أو ساعتين بالنهار تقدروا تكونوا نفسكم فيها. ما فينا نطلع من فكرة إنه هدول الساعة أو الساعتين اللي نحن عم نتواجد فيهم إيهن ومتنفس لإلنا من كل الصعوب. في ضغط شغل علينا، في ضغط حياة، في ضغط اجتماعي، في ضغط عيلة، في ضغط نفسي، في ضغط أزمة هلأ عم نمر فيها، في ضغط اقتصادي. ما دائما فينا نتواجد نحن بالتدريبات نتيجة أنا كتير أحيانا بغيب عنه التدريب نتيجة إنه عندي شغل، بس مع ذلك بضل مصر إنه لا أنا بدي أنزل، لأنه هدول الساعة أو الساعتين اللي عم يصير فيهم عندي متنفس بتخيل انه انا الاربع ساعات اللاحقين لإلون عم بيكون انتاجي 4 و5 بال وهكذا. نتدرب ما بس عم نتدرب العالم عم تفرغ طاقة، بس نحن من 4-5 سنين سابقا كنا نحن عم ننفذ بطولات، بطولة سوريا بالرأس مثل بطولة سوريا بالقدم. الصعوبات انه نحن حابين يصير في عنا دعم الاتحاد الرياضي العام من وزارة الثقافة، يتشكل اتحاد خاص بالرقص، تصير هي اللعبة مثل ايام زمان قبل الحرب، نحن كنا نطلع نمثل سوريا بالدول العربية وبالدول الاسيوية.